السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عيطوا لك شويه صافي بليزير خالتي، حنا راكو تسمعوا الاخ يعني مازال ما بديناش، ولكن نحكوا فقط كما قال السيد. حنا خالتي علاش نجيبوا نيميرو تاع تليفونات هكذايا باش الناس تكون عندهم تواصل، باش يقدروا بالك شاف سلعه عجباته يتصل بالسيد. اذا خالتي السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما معكم قناه ناصر تي في خالتي. الفلوغ هذايا راح نديرو خاص يعني الا بالخرفان صغار، خروفات صغار، وخاص بالنعجه كذلك، يعني كان طلبات من عندكم وحنا ان شاء الله نوفر لكم الطلب هذا. يا انا متواجدين في سوق الاربعاء، سوق الاربعاء خوتي للمواشي اللي فيه بارك الله فيك كما قال الاخ، يعني خروفات خروف ماشي كامل المشكل. دوك نشوفوا مع الاخ يعني لحب الاخ يعني يمد لنا رقم الهاتف يعطيو لكم هكذا يتصلوا به ونيغوسيو. انا دائما خوكم ناصر همزه وصل فقط، هذا ما كان. اذا شحال داروا الخروفات هكذا شيخ؟23 24 21 الله يبارك فيك. دوك نسقسيك يعني خروفه شحال تلحق اللاج باش ترفد يعني شحال؟ 6 شهور. شهور؟ من 7 شهور. 7 شهور وروح يعني الله يبارك يعني. اذا كتجيب روح ما شاء الله الله يبارك. انا جايب روح عمل عامل. من العامل هيك الله يبارك. وش لعب في الدار وش عندك كامل خونا؟ كاين خرفان خروفات والكبار كاين الكبار كاين الله يبارك. اذا خوتي نخلي لكم رقم الهاتف ديالو هكذا اتصلوا مع خونا وشوفوا الحاجه اللي تساعدكم. مناسبه كاين يعني حاجه كاين ماشي كامل المشكل. خويا قول لي الرقم تاعك. 0559 73 82 60. المكان وين لقاوكم خونا؟ ولادي عيش البليده خاطي. اذا نحيو خاوتنا ولادي عيش من البليده خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه بارك الله فيك. السلام عليكم. ندوزو عند خونا لهنايا، واش راك خويا العزيز؟ لاباس بخير بيان. جاب لنا النعجات هذوما، نعجات كامل ولا؟ باش باش او كاع كباش. اه سمح لي خويا هذو بالي معزات معليش. بالمناسبه شحال داروا هكذا خونا؟ هادو طاونا 6 وهادو طاونا 11 ونص. 11 ونص الله يبارك. حنا يا خوتي يعني قلنا لكم يعني الفيديو هذا راح يكون خاص الا بالنعجه. خونا بارك الله فيك يعطيك الصحه. صحيت الله فيك. كذلك نزيدو نجوزو عند خونا لهنايا اللي جاب لنا هادو كم نعجة خونا؟ هادي نعجة الله يبارك خوتي، يعني هادي تبان كبش يعني الله يبارك، ولكن هي نعجة. كاين على ميلاد خونا؟ كاين كاع على ميلاد خوتي كامل راح يولدوا الله يبارك ما شاء الله. وهادو السن تاعهم شحال شيخ؟ ثلاث نيان اساسيات الله يبارك ما شاء الله. شحال حق السعر تاعهم؟ هذه شحال دارت؟ 43 خوتي 4 ملايين 800، ولكن الله يبارك هذه شغل حاجه ما شاء الله. خويا هذيك صحة. وانت جبت لنا وليدو؟ جبنا خروف. خروف الله يبارك. شوفوا الخروف هذايا ما شاء الله وليدو بارك الله فيك. ونحيوا بالمناسبه المصغر هذايا الله يبارك بارك الله فيك. كذلك بالمناسبه نحيوا المصغر اللي جاب لنا الخروف هذايا. صحيت وليدو. اذا خوتي نكملوا مع خونا جاب لنا يعني نعجات ما شاء الله كذلك شابين خوتي، يعني ديفون نشوفوا نعجات الله الشيف علاش يكونوا مسخين مساكن، ولكن هادو راهم مقيين الله يبارك. على ميلاد؟ لا على ميلاد. على ميلاد الله يبارك. واش يكونوا هادو في السداس في الرباعي؟ سداسيات ما شاء الله. وشحال لحقوا الفري تاعهم هادوما؟ 8 ملايين. 8 ملايين خوتي في 4 ملايين الوحده. البيع ولا ساموك؟ البيع 4 ملايين. البيع 4 ملايين. عطونا 7 ملايين. الله يبارك خوتي ساموك ب 7 ملايين، يعني خسرتوا ان شاء الله مليون. والشيخ يطلق خويا بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي جونتي خويا العزيز بارك الله فيك. خوتي كذلك مع خونا لهنا جاب لنا مجموعه من النعجات هادوما، يعني كامل راهم كاين على ولادهم وكاين على ميلاد خونا. والدين كاع والدين كامل والدين خوتي ما شاء الله. خوتي يعني اللي يحب يعني نعاج ولا يعني متواجدين بكثرة هنايا في سوق الأربعة هكذا، اللي يحب يجي ولا يعني يقدر يتقدم خوتي. هاكو تشوفوا سلعة ما شاء الله كامل في النعاج الله يبارك ما شاء الله. خوتي بالمناسبة كذلك خونا هدايا يجيب لنا السلعة الله يبارك، يعني كل جماعة متواجدة هنا في سوق الأربعاء ويجيب نعاج كذلك ما شاء الله. تحبوا تزوروه ويجيب نورمالمون ولا الجلال أكثر خوتي. خوتي كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا الخرفان هذوما الله يبارك.
هذا شحال يكون العمر بالك واحد الخمسة أربعة هذاك؟ خمسة أشهر ست أشهر. خمسة أشهر ست أشهر ما شاء الله. وشحال حقول فيه تاعهم هكذا شيخ؟ عام 33 33 ما شاء الله. هذه هما خوتي تاع تربية اللي حبي إن شاء الله يربيهم يعني العام الجاي إن شاء الله في العيد يولوا الله يبارك شيخ بارك الله فيك يعطيك الصحة. خوتي كذلك عندنا النعجات هذو ما راكم تشوفوا الله يبارك على ميلاد ولا على ميلاد ما شاء الله. والسن تاعهم هذو شحال؟ هذا وين راح يجمعوا الله يبارك. وشحال حق السير تاعهم هذا شيخ؟ 78 زويج. 78 زويج اخوتي نقدروا نقولوا 4 ملايين الوحده يعني 4 ملايين و300 الوحده 4 ملايين و300 الوحده ونص خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه ربي يرزق شيخ. عندنا كذلك النعجات هذو هما عند الشيخ لهنايا هذو على ميلاد ولا على ميلاد؟ على ميلاد خوتي يعني معظم النعاج يعني الله يبارك راهم كامل على ميلاد 41 41 كما قال الاخ جمله 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 41 الله يبارك. واش يكون رباعيات اساسيات ولا رباعيات؟ رباعيات ما شاء الله خوتي حاجه شابه. شي يقول لك بارك الله فيك وربي يرزق سي جونتي هذيك خوتي. كذلك مع خونا اللي هنايا جاب لنا مجموعه من النعاج ربما ان شاء الله كاين على ميلاد هيدا كاين على ميلاد كاين على على كاين اللي بلوس كاين اللي على ميلاد لا يعني ماشي رافده هيدا ايه ماشي رافده الله كاين اللي راهي رافده كاين اللي ما كاش خوتي الله يبارك. وشحال سوا شيخ؟ كاين ثلاثة ونص ثلاثة ثلاثة ونص أربعة خوتي يعني السعر يدور بين ثلاثة ثلاثة ونص أربعة ملايين دائما خوتي متواجدين في سوق الأربعاء للمواشي. خونا نقول لك بارك الله فيك يعطيك الصحة. إذا خوتي بالمناسبة يعني خونا شرا لنا الخروف هدايا الله يبارك. دوك هذا الشيخ راح تربيه إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله العيد إن شاء الله صافي بليزير خوتي راكم تسمعوا خونا يعني شرا شرا ها بارك الله فيك خوتي راكم تسمعوا إن شاء الله هدايا العيد العام الجاي أخويا صافي بليزير ربي يكتبوا ربي يعينك العزيز سي جونتي يعطيكم الصحة خوتي. عندنا كذلك نجا هدية مع زوج أولادها شوفوا الله يبارك ما شاء الله خرجوا شاب خروفات ولا خرفان خروفات في زوج خروفات ما شاء الله مش حسوا هكذا شيخ 63 الله يبارك بارك الله فيك يعطيك الصحة. السلام عليكم صباح صباح الله بخير نعجات يا اخي الله يبارك. حاولت قلنا لكم يعني الجزء هدايا درناه يعني خاص بالنعجه فقط هذا ما كان هذو ما على الولاد ولا بلادهم الله يبارك ان شاء الله. اكو تشوفوا واش خرجوا ولادهم خرفان خروفات خروفات وخرفان يعني وسامك جمله هكذا كومبلي 53 مع خروفة مع بنتها خاوتي 53 مع بنتها هاي اللي كانت تشوفوا وراها قريب تولد خاوتي راهي قريب تولد يعني راهي ما شاء الله الله يبارك خونا بارك الله فيك. السلام عليكم خاوتي شوفوا النعجة هادية كذلك الله يبارك يعني كي تشوفها تبان لك يعني خروف ولا تني ولكن هي نعجة الله يبارك. وش حاسين تاعها هادية؟ أربعية ما شاء الله. وعندها بنتها يا أخي هكذا أولادها خاوتي جابت لنا خروف صغير الله يبارك شوفوا ما شاء الله أرواح ما تخافش الله يبارك. مش عارف سويت هكذايا 77 خوتي دارت 7 ملايين و700 ما شاء الله فيديو بارك الله فيك يعطيك الصحه خويا خوتي. كذلك عندنا الخرفان هذو الله يبارك صغار بارك شيخ ما شاء الله. شحال داروا هذو شيخ؟ 7 و200 7 ملايين و200 الله خويا ابني عمي. عندنا كذلك دائما قلت لكم الجزء هذا خاص بالنعجه شوفوا على على ميلاد شيخ هذوما لا لا هذه روحو موس هكذا هذه ما تاع موس خاوتي يعني. ماشي رفع الرقوبة يقول لك ما تصورني هذا صورني معاهم خاوتي. كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا زوج نعجات هذوما على ميلاد ولا لا لا على ميلاد خاوتي على ميلاد شحال قال لهم زعما بيبي لا هذاك شحال؟ ثلاث شهور اربع شهور واحد ثلاث شهور اربع شهور ان شاء الله. شحال داروا سوا سوا 7 ملايين في زوج 7 ملايين ثنيه واحده سادسه خويا واحده سادسه واحده ثنيه وسوا 7 ملايين يعني ملايين ونص للوحده خونا بارك الله فيك يعطيك الصحه خويا. اذا خوتي كذلك خونا اللي هنايا جاب لنا يعني الله يبارك النعجه مع زوج خرفان خروفات لا خرفان خروفات خروفات خوتي يعني خرجوا في زوج يعني خروفات وراهي رافده يعني راهي معمره
الله يبارك. شحال سوا هكذا جاري؟ 65 خاوتي سامو ب 66 يعني هادو جوج خلفان خروفات صغار الله يبارك يعني مع النجاة تاعهم يعني راهم فري ما شاء الله. والبيع بعد شويه راه خلاص شويه مازال شويه مازال شويه خاوتي يعني دي فوا خاوتي يعني السومه يعني شغل ربما كيما يقول لك يرمونا فوبيس دوك كي نسمع هكذا نقول لك بون بري مي بالك سيد بالك حقرو يعني يعطيو له سومه اللي ماشي كامل سومتهم ولكن هذا هو الصوت هنا بارك الله فيك هذيك الساعه خاوتي كذلك مع نعجات هذوما الله يبارك ما شاء الله حاجه شابه كذا نشوفوا اي والله هكذا يا واش عندهم خروفه خروفه ولا واش عندها خروفه وخروفه كتشوفوا الله يبارك وحده عندها خروفه لا اسمحوا لي خوتي يعني هذه الوحده فقط عندها جابت خروفه وخروف ما شاء الله في زوج سواو 97 هكذا 97 كومبلي كيما راه 97 خونا بارك الله فيك يعطيك الصحه لاباس خويا عزيز راك مليح الحمد لله خويا يعطيك الصحه ربي يعينك سي جونتي صح اذا كذلك عندنا السلعه هذه جاب لنا زوج نعجات مع اولادهم في زوج خروفه وخروف ولا خروفات خروفات في زوج يعني جابوا لنا في زوج خروفات الله يبارك شحال سوا هكذا شيخ 9 ملايين خالتي كيما راهم في ربعه هكذايا سواو 9 ملايين شيخ نقول لك بارك الله فيك نقول لك ربي يرزق يعطيك الصحه سي جونتي هذا اذا خالتي كذلك مع اخونا لهنايا جاب لنا النعجه هديه مع بنتها ولا وليدها خروفه الله يبارك ما شاء الله شحال سوات هكذا شيخ 34 رخيصه صح والله غير رخيصه صراحه انا في السوق خوتي يعني ورخيصه والله ماشي السمده والله خونا بارك الله فيك وخوتي نضرب مع حبيبي كاجو باسكو عطش والله غير صدقوني عطش تعيط ونكملوا مع خونا جاب لنا العجاه اللي الزوم خويا والخريف شوفونا وديروا بين رجليها باش يشوفني اسامه اذا خوتي سكارا فيك اسامه خوتي ونزيدوا بس سكارا فيك خير هكذايا هذه خوك ناصر خويا نزيدوا الحقره اسامه صافي بليزير خوتي يعني يعطيكم الصحة هكذا راكم تشوفوا إذا خوتي يعني شفتوا الأمبيونس تاع السوق قلت 42 خوتي يعني هكذايا مع خروف ولا خروفة؟ خروفة ب42 هذا نقول لكم خوتي تهلاو في رواحكم قناة ناصر تي في تحييكم سلام خوتي السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله